هذا الإمام صفاته الخلقية وسامته وجمال مظهره مرآة عاكسة لصفاء مخبره رحمه الله، هكذا أخبر عنه كل من التقى به أو عايشه، وخاصة من تلاميذه. جميل جميل الخلق، أبيض اللون حسن الخلق، مدور اللحية نحيف البنية، تنجذب النفس إليه حبا، تعلو وجهه الهيبة والوقار. وكان أيضا وسيما وأنيقا، خاصة قبل ارتقائه عرش الإمامة، لأنه كان في رغد وبحبوحة من العيش، فقد كان رحمه الله يلبس الأبيض الجديد ويشم الطيب، وكان كثيرا ما يتعطر بالعود يهدى إليه من زنجبار ومن غيرها، ويضع ماء الورد على عمامته، ولا سيما يوم الجمعة عند خروجه إلى الجامع. ولقد قال عنه الشيخ سعيد الحارثي بأنك إذا رأيته لا تمل من رؤيته، وتود ألا تصرف نظرك عنه، وهو نور يمشي على الأرض. وقال عنه أحد طلابه: الإمام الخليلي نور من الأنوار. تقواه، تقوى الإمام، وورعه جعلاه يزهد في الدنيا ويطلقها طلاقا بائنا، رغم أنه ينتمي إلى أسرة ميسورة الحال، فكان يقضي ليله قائما ونهاره سائما، يثبت فيه قول الحق سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.